يعني الانثى ما بتلعب مع عيالها بتلعب، الانثى ما بتلعب مع عيالها بتلعب بكل ما تعنيه الكلمه، بتلعب زي العيال كده. الذكر ما بيلعب مع عياله حنين عليهم، حنيه وحب، مش لعب. يعني ممكن ما يكونش بالدوره مبسوط اصلا من اللعب اصلا، بس هو عايز يحسسهم ان هو بيحبهم، فهو بيبذل جهد وبيهتم ان هو يدي طاقه حب وطاقه عطاء. فلعب الذكر او الرجل مع اولاده غير لعب الام مع اولادها. هو حنين، هي مرحه،